اللبناني يحاول قوات حزب الله اللبناني مع قوات النظام اقتحام بلدة يبرود لليوم العاشر على التوالي. طيب. مع قصف ممنهج وعنيف جدا. نعم. براء، منطقة أو مدينة يبرود، أين تكمن أهمية هذه المدينة ما يجعلها يعني محط أنظار قوات النظام لهذه الدرجة وكل هذه الاشتباكات تجري فيها؟ نعم، بالتأكيد أولا بلدة يبرود هي بلدة قريبة من الحدود اللبنانية وتسيطر عليها المعارضة المسلحة منذ أكثر من 9 أشهر ومحررة بشكل كامل، وأيضا جميع البلدات والقرى المجاورة لبلدة يبرود محررة بشكل كامل وتحت سيطرة المعارضة المسلحة، بما يشكل خطرا كبيرا على مستودعات حزب الله الواقعة على المستودعات المعبأة أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله اللبناني، وتشكل خطرا كبيرا لميليشيات حزب الله اللبناني. هذه من جهة. أيضا إعلام النظام السوري يهول من أمر يبرود لكي يصنع نصرا وهميا كما صنعه ببعض البلدات في بلدات القلمون كما حصل الشهر الماضي في بلدة النبك تحديدا. طيب ماذا بالنسبة للناس، الوضع الإنساني؟ طبعا نعلم أن المنطقة محاصرة الآن وفي ظل هذه الاشتباكات المستمرة، إلى أين ينزحون براء؟ نعم، الحقيقة الحالة الإنسانية مأساوية للغاية. يبرود تعج بالسكان، هي فيها أكثر من 150 ألف نسمة ما عدا النازحين الذين توافدوا إليها من قبل الأحداث منذ أكثر من 6 شهور. منذ أكثر من 10 أيام نزح أكثر من 70% من سكان يبرود الأصليين. هناك أكثر من 70 ألف نسمة تم نزوحهم إلى مناطق عرسال الحدودية. بعضهم تعرض لإطلاق نار لأن الطريق إلى عرسال محفوف بالمخاطر. قوات حزب الله اللبناني تقوم بصنع كمائن على الطريق وإطلاق النار حتى على المدنيين والأهالي الذين ينزحون بدورهم إلى مناطق عرسال، ووصلت في 24 ساعة الماضية حالات إلى عرسال تم إسعافهم إلى النقاط الطبية المتواجدة هناك. أشكرك جزيلا على هذه المعلومات براء عبد الرحمن، ناشط الإعلامي من شبكة سوريا مباشر، كنت معنا مباشرة عبر السكايب من ريف دمشق. شكرا جزيلا لك براء. وأيضا أنتقل الآن مشاهدينا إلى خبر آخر، تحديدا من معبر باب السلامة. وصل قبل قليل، قتل ما لا يقل عن 30 مدنيا وجرح